مساء الخير عليكم ستات تبرير الطاهر. عايزة بس كنت حابة اوريكم الموزة لان الناس كتير متخيلين انها صغيرة. لا يا جماعة، دي حجمها كبير جدا زي ما انتوا شايفينها، بتتفتح من هنا كده زي اللانش بوكس بالظبط، واسعة زي ما انتوا شايفين. ممكن لو هتقدمي اكل على السفرة تحطيه الناحيتين كده تعملي فيها اكل، تبقى شهية للاطفال. تتقفل الطريقة دي، هتحطيها تعملي لانش بوكس مقلمة، هتحطي فيها حلويات شوكولاتة بيتي فور، هتدي ولادك في المدرسة جاذبة للعين، لونها حلوة، تحطي فيها الأكل يفضل طازة. لو تاخد أكتر طبعا من موزة كتير، زي ما شايفين سمعتوا التكة ازاي قد ايه. كنت حابة بس اوريكم حجمها على الطبيعة قد ايه. قطع متميزة جدا، الطلب عليها جامد لان ما بتيجي الستات تستلمها بتتفاجئ انها حجمها كبير جدا. قطعة متميزة نازلة دلوقتي في العرض بسعر حلو جدا. الحاجة اطلبيها قبل نفاذ الكمية. مع تحيات تبرير الطاهر.